في هذه الأرض الطيبة نستشعر الحب، ويزداد إيماننا بالإنسان وبالذات أبناء الوطن الذين يحتاجون المؤازرة ليساهموا في نهضة هذا المجتمع وتحقيق رفعة الوطن. انطلاقاً من ذلك، أسس عدد من المؤمنين بقضية الإعاقة في أغسطس لعام 2003 الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، والتي تسعى لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم ليشاركوا في بناء الوطن وتنميته. يقوم على إدارة الجمعية مجلس إدارة منتخب من أعضائها في الجمعية العمومية من خلال لجانه المختلفة، ومن تلك اللجان لجنة الدعم والمساندة التي تبحث كيفية تقديم الدعم المادي والإرشادي والمعنوي لذوي الإعاقة وأسرهم. تنظم الجمعية منذ العام 2004 مهرجاناً تراثياً سنوياً بمناسبة الحيبية بالتعاون مع محافظة المحرق وشركة أسري. حظي بعضها برعاية من كريمة جلالة الملك المفدى، حيث يشارك فيه أطفال البحرين وأسرهم من ذوي الإعاقة وغيرهم، وتقدم فيه العديد من الفعاليات مثل الفرق الموسيقية الشعبية والعروض البحرية والمسابقات والألعاب ورمي الحيبية. وبعد الحصول على تسعيرة الكراسي، تسعى الجمعية لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد للحصول على التمويل المطلوب لهذه الأجهزة، ومن ثم تسليم الكراسي لمستحقيها. وفي العام 2008 للميلاد أنشأت الجمعية وحدة متنقلة للرعاية المنزلية لذوي الإعاقة.